السلام عليكم ورحمه الله، نتمنى تكونوا على خير وبخير. بقاكم هذا الفيديو على خير وبخير، ما ناقصكم حتى خير. اليوم راح نشارك معكم كسكسو كما العاده اليوميه ديالي. تاني غادي نحتاج الدجاج، البصله مطيشه، هاد الخضار، شويه الحمص، التوابل، الضويمه ديال الزعفران، واحد الضامه ديال السمن. اللي كان السمن كيدير في بلاصه هذه، ما كان السمن كنديروا هذه. بسم الله، غادي نبداو شويه ديال الملح. راني ديما تنكون دايره الملح مع البطاطا. بسم الله، توكلنا على الله. ديروا هاد الضامات السمن، فرتوها بحال هكا. ثاني هاد الضويمتي ديال الزعفران، هي نفرتوها بحال هكا. توابل الزيت، ديرو الدجاج بحساب الناس اللي عندنا العائلة. ديرو واحد الكويس الماء. دابا غادي نحاول ندخل فيه بحال هكا الحطريه. راه عندي نشار مل بالملح والحامض كما القاعده. صافي، غنزيد دابا عليه البصله، زيد شويه الحمص، زيد واحد مطيشه، هادي الوجبه ديال سته الناس يقدون هاد المقادير. درت هنا واحد البصله ونص، بصله مويان، وعاوتاني درت نص. دابا غادي نغطي هاد الشحر بهاديك الكاس ديال الماء اللي درنا ليها. ملي غادي نزيد هاد الماء نزيد الماء طايب. دابا نشعل عليه، ندوزو دابا نقيو الخضر. هادي كنخليها هي اللخرة، نحطها هنا. نقسمو هكا في النص، الخضرة ديال الكسكسو مخصكش ترقيها، خص تبقى كاع بنادم عارفه. كنشارك معاكم وصافي، البنات المبتدئات يستافدو. تنقسمو هكا على جوج،
دابا غادي نقطع باش نطولش عليكم الفيديو. نتبع هاد الخضره نقشرها. دابا هاد اللفت على بدات تتشكوله، غنزيد عاوتاني هذا الابيض، درنا المكور، درنا هاد الموفي، صافي. دابا غادي نقطع طولت عليكم. دابا درنا الكسكسو اللي حرق دنا، ندير هاد شويه ديال الملحه، ندير شويه ديال الزيت، غادي ندخل فيه هاد الزيت بحال هكا، مزيان تيدخل في هاد الزيت لي درت ليه، نديرلو دابا الما، ندخل في هاد الما بحال هكا، صافي نخليه دابا هكا مره مره، ندوز يدي فيه ونحطو يتفور. صافي هي بحال هكا كما كتشوفوا، هو كيجي مطلوق بهذه الطريقه غزاله. ها دابا نحطو يتفور، التفويره هادي نحطو نسبكو ونردو يتفور. صافي غيكون واجد، بسم الله هادي التفويرة اللول. غادي نزلو كيتفور، خليه حتى يتفور مزيان، نعاودلو عاود نسبكو مزيان بالما ونردو يفور. الكريعه نخليها هي الاخر، هي والكريعه الحمراء.
بلاتي ونحطها. نزيد شويه الملح الكسكسو ديالنا بعد ما وجد. دابا سقينا غادي نقدمهم. نتمنى يعجبكم، لا عجبكم ديروا لي لايك مشاركه. لجزاكم بخير وبشركم بروكه وجمعه مباركه. السلام عليكم ولا فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساونيش اخوتي من اللايك ومشاركه، ومرحبا بكم في هذا القناه المتواضعه كاملين. السلام عليكم.